بتنظيم من هيئة تنشيط السياحة، انطلق موكب الميلاد بعمان من منطقة العبدلي البوليفارد والذي جاء من بيت لحم الفلسطينية باتجاه عدد من المواقع الأردنية. ويتكون موكب الميلاد من 7 عربات مضاءة ومزينة لتروي قصة الميلاد، لتنقل فرحة وبهجة الأعياد، يرافقها المعزوفات والألحان الميلادية. هذا مشروع صراحة أول من نوعه بيصير بالأردن، وكتير كان في إقبال كتير كبير من كافة الأعمار وكافة الجنسيات عشان يحضروا هذا الإيفنت. الناس متحمسة اليوم، ناس عدد مهول كان، وأكبر حتى عدد من المتوقعين كنا. كما سيتم زيارة موكب الميلاد مدينة مادبة ومدينة الفحيص، وانتهاءً بحدائق الحسين بالعاصمة عمان. كثير حلو، وبتمنى كل سنة يعيدوه هنا بالأردن، لأنه ما كان عندنا أشياء حلوة زي هيك، وهذا الإشي حلو كثير للأطفال والكبار ولكل حدا موجود. كثير حلو، أول مرة بيكون إشي هيك بعمان، ولو صار كل مرة بعمان هيك إشي راح دائماً نيجي. واكتواز عن جد كثير 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 حلو، وسبيشلي إنه أول مرة بيكون في إشي هالقد حقيقي وحلو وإله معنى، يعني عن جد كان كتير حلو، فالكل انبسط، يعني مش بس الصغار، الكبار والصغار وكل حدا انبسط. فقد لنا بالكريسماس وجو بجنن على فكرة، والباريد كتير 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 حلو. الاحتفال روعة، يعطيكم العافية جميعا، وللناس اللي نسقت صراحة هذا الاحتفال كتير كان حلو، والناس مبسوطة، وميري كريسماس للجميع وينعاد عليكم جميعا. Thank you.